بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم، آمين آمين. وبعد، فهذا هو الدرس 59 من سلسلة دروس تفسير القرآن الكريم بالكتاب المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل المعروف بتفسير الخازن للإمام أبي الحسين علاء الدين علي ابن محمد الشافعي رحمه الله تعالى ونفعنا به، آمين آمين. وصلنا إلى قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قال المفسر الشارح رحمه الله: قوله عز وجل إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، قال نزلت في علماء اليهود الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة. طبعا كان من عادتهم أنهم يهملون أو يكتمون الأحكام الشرعية التي يؤدي التصريح بها أو التصريح بها يتعارض مع مصالحهم الدنيوية. إذا صرحوا بهذه الأحكام الشرعية منعوا من المال الذي يأخذوه، منعوا من بعض الميزات إن صح التعبير التي يحصلون عليها من خلال زعمائهم والعامة من الناس، فإذا بهم يكتمون هذه الأحكام من أجل ذلك. وهذا الآن نحن نلاحظه الآن في أيامنا، نلاحظ هذا الأمر في أيامنا. نجد بعض يعني أهل العلم ربما يجالس الناس وهم على معصية، يعني يدعى إلى مثلا إلى احتفال، إلى حفل زفاف يوجد فيها منكرات كثيرة، يوجد فيها رقص، الرجال يرقصون كالنساء، يوجد فيها معازف على أساس إنشاد، وفيها معازف، فيها مزامير، فيها دربكة، وفيها معازف كثيرة جدا، ويحضر ويسكت ولا يتكلم بدعوى أنه إيش فيه خلاف. ولما تسأله أليس هذا، ألست أنت في مذهبك هذه منكرات، يقول لك بلى. لماذا أنت جالس إذن؟ لماذا لا تنكر؟ لاحظ، لأنه إذا أنكر، وأنا أعرف بعض الشيوخ، أعرف شخصا أعرفه تماما يقينا، دعي إلى احتفال، إلى حفلة فيها حفل الزفاف، كان فيها بعض المنكرات، فغادر المكان، فعلم صاحب الاحتفال صاحب الحفل أن الشيخ فلان غادر منزعجا من هذه المنكرات. بعد شهرين أو ثلاثة عمل احتفالا، حفل كذلك يعني بمناسبة تزويج أو خطبة ابنه الثاني، ما دعاه، وإنما دعا أولئك الذين كانوا موجودين وسكتوا على تلك المنكرات. وهكذا فهذا الباري عز وجل، أحبابا أقول هذا الكلام لي، الباري عز وجل لما يحدثنا عن بني إسرائيل وما فعلوه من كتمانهم للعلم وما فعلوه من إيثارهم الدنيا على الآخرة، كما ذكرت ذلك أكثر من مرة، هو لتحذيرنا نحن كي لا نقع فيما وقعوا فيه وكي لا نفعل ما فعلوه فيحصل معنا ما حصل معهم والعياذ بالله، فنعاقب كما عاقبوا. لذلك ينبغي أن نتنبه أحبابنا،
يعني أنت لا تنخدع بزخارف، لا تقول يا أخي كل أولئك الناس يسكتون، لا أحد ينكر، لماذا أنا أنكر؟ أنت لا علاقة لك. ألست الذي تراه هذا منكرا؟ ينبغي عليك أن تظهر الحق ولا تلتفت لأولئك الساكتين الذين يعني خرست ألسنتهم ولم يتكلموا، لأن مصالحهم تتوقف. الدنيا التي تأتيهم من قبل أولئك الأشخاص لو تكلموا لقطعوا الدنيا عنهم، لو قطعوا الدنيا عنهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذا قال كتموا ماذا؟ صفة محمد صلى الله عليه وسلم وآية الرجم وغيرها من الأحكام التي كانت في التوراة. وقيل إن الآية على العموم في من كتم شيئا من أمر الدين، يعني ليست خاصة باليهود، هي عامة تشمل كل من كتم حكم الله، لأن اللفظ عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. والذي يدل أحبابنا على هذا الحديث الذي أخرجه ابن ماجه وأبو داود والترمذي وغيرهم، طبعا وغيرهم كثير، أخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. طبعا قد يقول قائل طيب أنا يا أخي ما سئلت، كنت موجودا في مجلس وفيه مخالفات، أنا ما سئلت هل هذه مخالفات أم غير مخالفات؟ سكوتك وعدم إنكارك كأنك تقول لهم هذا المنكر الذي تفعلونه قد أباحه الله. السكوت إقرار. فإن كنت عاجزا عن الكلام فلست عاجزا عن المغادرة، لا سيما إن كنت ممن يقتدى به وممن يتعلم منه، فإن هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. طبعا قد يقول قائل هناك حديث عن سيدنا علي. هل نحن قلنا الحديث الذي أول شيء الذي ذكرته: من سئل عن علم فكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام بالنار. فهذا يدل على أن تبليغ العلم وتحديث الناس بالعلم فرض على العلماء. هناك حديث آخر عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، وهو في البخاري، أنه رضي الله عنه قال: حدثوا الناس بما يفهمون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ إذن هذا الحديث قول سيدنا علي وهو في البخاري، ظاهره أنني لست مأمورا بتبليغ العلم. قال: لا، انتبه، قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه هذا محمول على بعض العلوم التي لا يستطيع العوام فهمها ولا إدراكها. أعطيك مثال كعلم الكلام مثلا، علم الكلام، فهذا لا يستبين ولا يستطيعه العوام. علم المواريث مثلا، علم المواريث، هذا ما يستطيعه العامة. أما العلوم كالتفسير والفقه والحديث، هذه علوم تستطيعها الناس، يجب عليك تبليغها. لاحظ أحبابنا، قال: من قال بالقول الأول بأن الآية نزلت في اليهود وإنها في اليهود، قال: إن الكتم لا يصح إلا منهم، لأنهم كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى الكتمان ترك، لاحظ الآن هذا المعنى الدقيق للكتمان، وينبغي أن نضع تحته خطا هكذا. ومعنى الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إلى بيانه وإظهاره. فأنت لما تكون في مجلس ويفعل فيه بعض المنكرات ولا تبين حكم هذا المنكر بأنه منكر، هذا هو كتمان،
لأن الحال الآن يقتضي منك البيان، الحال يقتضي منك البيان، فإذا لم تبين فقد كتمت. فإذا معنى الكتمان ترك إظهار الشيء مع الحاجة إلى بيانه وإظهاره. فمن كتم شيئا من أمر الدين فقد عظمت مصيبته، وهو على خطر عظيم إن لم يتب إلى الله عز وجل. ولا بد أن يبين للناس أن ذاك المنكر الذي رآه، أو ذاك الأمر الذي رآه وسكت عنه، هو منكر، وإنما سكت ضعفا أو فسقا وتاب إلى الله عز وجل. إن لم يفعل ذلك فهو على خطر. انتبه الآن. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وقوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى آخر الآيتين. إذن الحديث، نرجع نقرأ الحديث مرة ثانية. نقرأ الله إذن نقرأ الحديث أحبابنا مرة ثانية. لولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، وقوله: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، إلى آخر الآيتين. وهل إظهار علوم الدين، الآن سؤال، هل إظهار علوم الدين فرض كفاية أو فرض عين؟ هذا فيه خلاف. منهم من قال هو فرض عين، ومنهم من قال هو فرض كفاية. قال: والأصح أنه إذا ظهر بالبعض، يعني هذا الذي يحتاج المسلمون إلى معرفة حكمه، إن ظهر حكمه ببعض العلماء سقط الحرج عن الباقين إن سكتوا. قال: والأصح أنهم إذا ظهر بالبعض بحيث يتمكن كل واحد من المسلمين من الوصول إليه، إلى ذلك البعض، ليأخذ عنه العلم، لم يبقى مكتوما، لم يبقى هذا العلم مكتوما، وبالتالي لا حرج على باقي العلماء الذين ما تكلموا. وقيل: متى سئل العالم عن شيء يعلمه من أمر الدين يجب عليه إظهاره، وإلا فلا. ولا ننسى أن حاجة الناس لمعرفة حكم وقعوا فيه، وإن لم تتوجه ألسنتهم بالسؤال، يجب عليك إظهار ذلك الحكم، لأنهم ما هكذا. نحن ينبغي أن نحسن الظن بالناس، نقول: لولا أنهم جهلوا حكم هذا الأمر لما فعلوه، هذا الفعل حرام. ولولا أنهم جاهلين، يعني الأصل تذكرون أحبابنا، يعني هذا ما علمنا إياه علماؤنا. تذكرون لما مر معنا في كتاب اللباب وغيره أيضا، لما قال: باب قضاء الفوائت. ماذا قال الشراح؟ قالوا: لم يقل الشيخ القدوري باب قضاء المتروكات. ليه؟ قال: لأن هذا من باب التحسين الظن بالمسلم. المسلم لا يترك الصلاة، بل المسلم تفوته الصلاة إما بإغماء أو بنوم، فهذا من باب تحسين الظن بالمسلمين. فالمسلم لا تفوته الصلاة، وإنما المسلم كما قلنا المسلم لا يترك الصلاة، وإنما تفوته الصلاة.
المسلم لا يترك الصلاة وإنما تفوته الصلاة. ليه؟ قال هذا من باب تحسين الظن، من باب تحسين الظن بالمسلمين. وكذلك هنا أنا لما أدخل إلى مكان أرى فيه الناس يرتكبون منكرات، أول أمر يجب علي أن أحسن الظن بهم، هؤلاء عوام جهلة لا يعرفون أن هذا الفعل حرام. ما هو الواجب علي الآن؟ إظهار هذا العلم، وسكوتي كتمان له. فأدخل تحت قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. فما هو المطلوب؟ أن تتكلم بالحكمة والموعظة الحسنة، أن تبلغ رسالة الله. أيها الإخوة، أيها الأحباب، يا أصحاب الدين، يا أصحاب المروءة، يا أصحاب الأخلاق، يا أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، يا عبيد الله، يا أحباب الله، هذا الفعل الذي تفعلونه حرام، لا يجوز، هكذا قال العلماء. فإن رضوا كان لك أجر التبليغ، وكان لك أجر ترك المنكر وعمل الناس. فإن رفضوا كان لك أجر التبليغ، أنت مأجور في جميع الأحوال. إذن من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني في التوراة، من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا والله يا أحباب لعلي ذكرت هذا سابقا، والله لو أن الدعاة والعلماء والمرشدون التزموا إنكار المنكر وتبليغ الناس أحكام الله، أحكام الحلال وأحكام الحرام، ولو أن العلماء والدعاة كلما رأوا منكرا أنكروه، ولو أنهم أقاموا شرع الله في بيوتهم، لو أقاموا شرع الله في بيوتهم وعلى أبنائهم وبناتهم لما رأينا منكرا في الشوارع، ولا ما فسد المجتمع، وإنما فساد المجتمع بفساد علمائه. عندما نرى بعض العلماء يحضر حفل الزفاف فيها اختلاط رجال ونساء، كاسيات عاريات، نساء ربما تكون أقرب إلى العري، ويجلس ويضع العمامة على رأسه ويبدأ يتكلم معهم ويمازحهن بكلمات وتمازحنه كذلك، أي دين هذا؟ أي دين هذا؟ يعني ما ننعت أمثال أولئك الذين لا يساوون قشرة بصلة، لأنهم هم يهدمون الدين بسكوتهم على المنكرات وجلوسهم في مجالس فيها اختلاط رجال نساء كاسيات عاريات، وبعد ذلك يجلس ويضحك معهم ومعهن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله. يعني في التوراة من صفة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا يكون المراد بين الناس، عفوا، يكون المراد بالناس علماء بني إسرائيل. من بعد ما بيناه للناس، يعني من بعد ما بيناه للعلماء. ومن قال إن المراد بالكتاب إن الذين يكتمون ما أنزلنا من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، المراد بالكتاب هنا جميع، إن المراد بالكتاب جميع ما أنزل الله على أنبيائه من الأحكام. قال المراد، قال الله، أين هنا وصلنا نحن؟ قال المراد بالناس العلماء كافة، العلماء كافة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. لاحظوا العياذ، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. ذاك الذي يكتم العلم وقت حاجة الناس إليه ملعون، أولئك يلعنهم الله. أولئك يعني الذين يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى، يلعنهم الله أي يبعدهم من رحمته. وأصل اللعن في اللغة
الطرد والإبعاد ويلعنهم اللاعنون. قال ابن عباس: اللاعنون جميع الخلائق إلا الجن والإنس. وذلك أن البهائم تقول: إنما منعنا القطرة، يعني المطر، إنما منعنا القطرة بمعاصي بني آدم. وقيل اللاعنون هم الجن والإنس، يلعنون الذين يكتمون أحكام الله ولا يبلغونها للناس مع حاجة الناس إلى معرفة أحكام الله، لا سيما في هذا الزمان حيث كثر الجهل وعم وطم وقل بل ندر العارفون بأحكام الله. وقيل اللاعنون هم الجن والإنس لأنه وصفهم بوصف من يعقل. وقيل: ما تلاعن اثنان من المسلمين إلا رجعت إلى اليهود والنصارى الذين كتموا صفة محمد صلى الله عليه وسلم ثم استثنى. إذن أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا. ولكن ما هي هذه التوبة؟ هي تحريك اللسان أم هي توبة خاصة؟ هي توبة خاصة مشروطة، انتبه، إلا الذين تابوا، أي ندموا على ما فعلوا حيث رأوا المنكرات وسكتوا ولم يبلغوا أحكام الحلال والحرام للناس، أي ندموا على ما فعلوا فرجعوا عن الكفر إلى الإسلام، ورجعوا عن ترك التبليغ أيضا إلى الذين تابوا وأصلحوا. إذن توبة ثم إصلاح. أنت لما علمت الناس المنكر أو سكت على المنكر فظن الناس أن ما يفعلونه مباحا، والآن أنت تبت إلى الله، ينبغي أن ترجع لأولئك وأن تصلح ما أفسدت، فتقول لهم: إن هذا الذي فعلتموه في الماضي ورأيتكم وسكت إنما هو منكر. ينبغي أن تصلح، وأصلحوا يعني الأعمال فيما بينهم وبين الله تعالى، وبينوا يعني ما كتموا، لاحظ، وبينوا، أصلحوا وبينوا يعني ما كتموا من العلم. لذلك قال العلماء أحبابنا، قالوا: لا يكفي في التوبة قول القائل تبت إلى الله، حتى يظهر منه في الحال الثاني خلاف ما كان منه في الحال الأول. في الحال الأول كان يجالس العصاة، في الحال الثاني بعد التوبة ينبغي عليه أن يترك مجالسة العصاة وأن يجالس الصالحين من عباد الله، وينبغي عليه كما ظهرت منه المعصية أن تظهر منه الطاعة، كي ينسب إلى الطائعين كما نسب في الماضي إلى العاصين. هذه هي التوبة المقبولة، أما غير ذلك لا يصح، لا تسمى توبة. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم، أي أتجاوز عنهم وأقبل توبتهم. اللهم أتب علينا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وأنا التواب، أي المتجاوز عن عبادي، الرجاع بقلوبهم المنصرفة عني إلي، الرحيم يعني بهم بعد إقبالهم علي. قوله عز وجل: إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ونجد الآن بعض من باع دينه بعرض من الدنيا قليل
ليرضي سلطانه وليرضي طاغيته وليرضي زعيمه. إذا ما هلك قسيس أو واحد من أولئك الصليبيين يقف ويمدحه بعد موته ويترحم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد رأينا وتعثرت ساعاتنا وتعثر بصرنا بالنظر لأولئك الأشخاص. هذا لا يجوز. القرآن يقول إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ثم يقفه ويقول رحم الله الأب فلان والقسيس فلان إلى آخره. أي دين هذا؟ قيل هذا اللعن يكون يوم القيامة. طب نحن لا يجوز، انتبه، كافر مات على كفره، ما كافر مات، صليبي مات، لا يجوز نحن لنا على قول أكثر العلماء لا يجوز أن تلعنه. انتبه، لأنك لا تدري أنت في آخر لحظة لعله أسلم، وإن قال بعض العلماء يجوز لعنه، أما الأكثر وأنا أميل إلى هذا الكلام تماما، المؤمن ليس باللعان ولا بالطعان، مات هلك مات انتهى، ولكن لا أترحم عليه ولا أدعو له بالجنة وأقول فلان من أهل الجنة، أعوذ بالله، كيف هذا الكلام؟ ولكن كذلك لا ألعنه، يعني لا أعرف الخاتمة التي مات عليها. قال قيل هذا اللعن يكون يوم القيامة، يؤتى بالكافر فيوقف فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة ثم يلعنه الناس أجمعون. فإن قلت الكافر لا يلعن نفسه ولا يلعنه أهل دينه ومل أهل دينه وملته، فما معنى قوله والناس أجمعين؟ قلت فيه أوجه، أحدها أنه أراد بالناس من يعتد بلعنه وهم المؤمنون، الثاني أن الكفار يلعن بعضهم بعضا يوم القيامة، وهذا بالاتفاق، يعني يلعن الأتباع المتبوعين، الثالث أنهم يلعنون الظالمين والكفار من الظالمين، فيكون قد لعن نفسه. لذلك جاء في الحديث رب تال للقرآن والقرآن يلعنه، يقرأ بالقرآن ألا لعنة الله على الظالمين وهو يظلم الناس من حوله فيلعن نفسه من حيث لا يدري إلى آخره. فأولئك الكفار عندما يلعن أحدهم الظالمين هو لعن نفسه، لأنه ظالم، أول من ظلم ظلم نفسه. خالدين فيها أي مقيمين في اللعنة، وقيل في النار، وإنما أضمرت لم تذكر النار ليق لعظم شأنها. خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. هذان الوصفان، الكفار في نار جهنم خالدون ولا يمهلون، خالدون ولا يمهل، لا يخفف عنهم العذاب ولا يمهلون. لاحظ، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب بل يشتد ويشتد ويشتد إلى ما لا يعلمه إلا الله، أنه ما من عذاب إلا وعند الله أشد منه. فما داموا خالدين فتوقع الآن درجات اشتداد العذاب إلى ما لا نهاية له. ولا هم ينظرون أي لا يمهلون ولا يؤجلون. لماذا أحباب العذاب يشتد عليهم؟ لأنه ربما لو استمر العذاب على وتيرة واحدة ربما اعتاده الكفار، ربما اعتادوه، فلذلك هو يزداد وتبدل جلودهم كلما سالت كلما تبدلت كلما عادت وكلما رجعت،
وكان التالي أعظم بكثير من السابق، هكذا إلى ما لا نهاية له. ولا هم ينظرون، أي لا يمهلون ولا يؤجلون، وقيل لا ينظرون ليعتذروا، لأنهم لو اعتذروا لا يقبل منهم، وقيل لا ينظر إليهم نظر رحمة، وإنما ينظر إليهم نظر عذاب وغضب والعياذ بالله. فصل فيما يتعلق بهذه الآية من الحكم. قال العلماء لا يجوز، لاحظ الآن ماذا قال الشيخ، لا يجوز لعن كافر معين. جاري جورج، هل يجوز لي أن أقول لعنة الله على جاري جورج؟ لا إياك، ما يجوز هذا، لا يجوز. مات جورج، لعنة، لا إياك، لا يجوز، لا يجوز. قال لا يجوز لعن كافر معين، لأن حاله عند الوفاة لا يعلم، فلعله يموت على الإسلام. وقد شرط الله في هذه الآية إطلاق اللعنة على من مات على الكفر ونحن لا نعلم. ويجوز لعن الكفار يعني على العموم، ألا لعنة الله على الكافرين، هذا لا حرج فيه. يدل عليه قول، يدل على جواز لعن الكفار على العموم لا على التعيين، قوله عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود. أحبابنا، هذا الحكم الذي ذكره الشيخ الآن علمه للناس، ولا تلتفت إلى ساخرا منك يسخر، أو إلى من يقول لك يا أخي أنت تتملق، لا، هذا حكم الله. نحن نظهر حكم الله أيا كان هذا الحكم، نحن مبلغون، لسنا قضاة ولا حكاما على الناس، نحن إنما نبلغ أحكام الله التي شرعها والتي نقلها إلينا العلماء الثقات. هذه الأحكام ليست بدعا من عندنا، إنما نحن نقله للعلم فقط. ويجوز لعن الكفار يعني على العموم كما قلنا، يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجعلوها فباعوها. وذهب بعضهم إلى جواز لعن إنسان، لاحظ قول هذا، قول ثاني بعض العلماء، إلى جواز لعن إنسان معين من الكفار بدليل جواز قتله، ولكن هذا القول غير معتمد وغير مفتى به ولا ينبغي أن يعمل به. وأما العصاة من المؤمنين فلا يجوز لعن أحد منهم على التعيين، فلان يشرب الخمر لعنة الله عليه، لا 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 لا، لا يجوز. وأما العصاة من المؤمنين فلا يجوز لعنة أحد منهم على التعيين. وقد نص ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن على أن لعن العاصي المعين لا يجوز بالاتفاق. نص ابن العربي المالكي في كتابه أحكام القرآن على أنه لا يجوز لعن العاصي المعين بالاتفاق اتفاقا. ليه؟ قال لما في صحيح البخاري من أن النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام أتي بشارب خمر مرارا، أول مرة جلد، ثم جاء به مرة ثانية فجلد، ثم جاء به مرة ثالثة فجلد، فقال بعض من حضر من الصحابة لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لا تكونوا
عونا، عون الشيطان على أخيكم. لاحظ ماذا قال، لا تكونوا عون الشيطان على أخيكم. يعني هذا الذي يرتكب المعصية هو أخوك. يعني كانت كلمات النبي عليه الصلاة والسلام يعني تبين لنا أن هناك هذا الذي ارتكب المعصية وأقيم عليه الحد له حرمة، حرمة الأخوة، له حرمة الأخوة، فلا يجوز لك أن تنتهكها. الله. قال وأما على الإطلاق، يعني لعن العصاة على الإطلاق، ألا لعنة الله على الكاذبين الفاسقين شاربي الخمر آكلي الربا، لا حرج في ذلك، فقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام أناسا. قال وأما على الإطلاق فيجوز لما روى أو لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله السارق يسرق البيضة والحبل فتقطع يده، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله، ولعن أيضا من غير منار الأرض. إيش يعني منار الأرض؟ منار الأرض، منار جمع منارة، والمنارة هي العلامة التي تجعل بين حدين، بين مكانين يجعل علامات، هذه العلامات تسمى منارات أيضا. والأصل فيها المنارات هذه هي العلامات التي توضع بين الأراضي. أنا عندي أرض مثلا 20 فدان 40 فدان، وفلان عنده أرض 30 فدان، وضعنا علامة فيما بين أرضي وأرضه، هذه منار الأرض. فجئت أنا في الليل وقدمت هذه العلامات إلى جهة جاري، يعني إلى ما وراء الحدود، كي تدخل إيش الباقي يدخل في حد أرضي. قال هذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، لأن هذا يقوم مقام الاغتصاب، كأنه يغتصب ويغصب أرضه، أرض جاره. وقيل كذلك منار الأرض ما هي، تجد في الشوارع أحيانا بعض الدول المتحضرة يجعلون في الشوارع أرقام، وكل شارع له اسم إلى آخره، ويضعون سهام، شارع مثلا كذا وله سهم، يأتي بعض الناس يغير هذا السهم، يغير جهته، هذا غير منار الأرض، فهذا عليه لعنة الله. ليق لأنه سيوقع الناس بحرج شديد. هذا قول ثاني للعلماء في تفسير منار الأرض، يغيرون العلامات الطرق، وهذه طامة يفعلها بعض الفساق والضلال، نسأل الله العافية. وهذه من الأحكام التي جهلها الناس، والتي ينبغي علينا أن نعلمها للعامة، وأن نخبرهم أن هذا الفعل حرام لا عبث فيه. بعض الناس يعبثون ويغيرون، هذا لا يجوز، هذا الذي يفعل هذا الفعل ملعون، بدنا ننتبه. تمام إن شاء الله. ولعن من غير منار الأرض، وكذلك من انتسب لغير أبيه ملعون. بعض الناس الآن يفعلون، يقلدون الغرب، في الغرب المرأة عندما تتزوج تنسب إلى عائلة زوجها، فيأتي الآن بعض الناس يحاول أن يقلد الغرب، تتزوج فتنسب نفسها إلى عائلة زوجها. أعوذ بالله، هذا لا يجوز. المرأة التي تفعل ذلك فهي ملعونة، لأنها انتسبت إلى غير عائلة أبيها، هذا لا يجوز. أنت من عائلة فلان، من القبيلة الفلانية، فلا يجوز لك أن تنتسبي إلى عائلة ثانية. وهذا مما ينبغي أن ننبه الناس له وأن نحذرهم، لأن بعض المسلمين الآن يفعلون ذلك للأسف، ويتظن هي أنها إيش مدير، أنها يعني إيش منفتحة على الحضارة. أنت منفتحة على الفسق والضلول،
والضلال، أنت منفتحة على اللعنات حيث انتسبت إلى غير أهلك وعائلتك، ما يجوز هذا. قال وكل هذا في الصحيح. قوله عز وجل وإلهكم إله واحد، سبب نزول هذه الآية أن كفار قريش قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه. طبعا هم أرادوا بذلك، ظنوا بأن الله كواحد منهم، يعني يقول يا عبد الله صف لي أخاك وانسبه، فيقول له لي أخي طويل أسمر له لحية واسمه كذا وأبوه اسمه كذا وجده اسمه، ينسبه، يسكن في المكان الفلاني، يعمل كذا، فأتعرف عليه. هم ظنوا بأن الله كأحادهم وكأفرادهم، يا محمد صف لنا ربك وانسبه لنا. فأنزل الله عز وجل هذه الآية وسورة الإخلاص، ومعنى الوحدة وإلهكم إله واحد، معنى الوحدة الانفراد، وإلهكم إله منفرد في ذاته، في صفاته، في أفعاله. وحقيقة الواحد هو الشيء الذي لا يتبعض ولا ينقسم، فالله فليس ذا أبعاض ولا أجزاء. والواحد في صفة الله أنه واحد لا نظير له وليس كمثله شيء. وقيل واحد في ألوهيته وربوبيته، ليس له شريك، لأن المشركين أشركوا معه الآلهة فكذبهم الله تعالى بقوله وإلهكم إله واحد، يعني لا شريك له في ألوهيته ولا نظير له في الربوبية. والتوحيد هو نفي الشريك والقسيم والشبيه. إيش يعني القسيم؟ القسيم يكون تحت الجنس، عندما نقول الكلمة جنس تحته ثلاثة أنواع، الاسم والفعل والحرف، نقول الفعل قسيم الاسم. لاحظ، فالله ليس قسيما، ليس مندرجا تحت جنس، ننتبه لهذه الكلمة معناها. والشبيه، فالله تعالى واحد في أفعاله، لا شريك له يشاركه في مصنوعاته، وواحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا يشبهه شيء من خلقه. لا إله إلا هو جل جلال الله، تقرير للوحدانية بنفي غيره من الألوهية وإثباتها له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، يعني أنه لما قال الرحمن الرحيم يعني أنه أن الله هو المولي لجميع النعم وأصولها وفروعها، فلا شيء سواه بهذه الصفة، لا توجد ذات هي تولي جميع النعم أصولا وفروعا، لأن كل ما سواه، كل شيء غير الله، إما نعمة أو منعم عليه. كل شيء، كل ما هو غير الله، اثنين، واحد من اثنين، إما نعمة أو منعم عليه، إما نعمة وإما منعم عليه، وهو المنعم على خلقه الرحيم بهم. ما في أحد أبدا يستطيع أن يقول لك، أن يقول أنا من أعطاك البصر، أنا من أعطاك العقل، أنا من أعطاك السمع، أنا من أوجدك، ما يستطيع أحد أبدا. لأنه إن قال لك أنا أعطيتك السمع، قل له تعال جزاك الله خيرا، فلان أصم، أعطيه سمعا كسمعي، فيبهت، بهت الذي كفر، ما يستطيع. قال عن أسماء بنت يزيد قالت
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث صحيح. وقيل: لما نزلت هذه الآية قال المشركون: إن محمدا يقول إلهكم إله واحد، فليأتنا بآية يعني بدليل على ذلك إن كان صادقا. فأنزل الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.